الان وبعد ان فرغنا من السوبرفيشال فاشيا ندخل على الديب فاشيا اوف ذا ساي. وتذكره بسيطه بالديب فاشيا اوف ذا ساي. الديب فاشيا بصفه عامه يا جماعه نفكركم بالاستراكشر بتاعها واماكن تواجدها في الجسم. الديب فاشيا دي عباره عن سترونج تيشوز من سترونج كونكتيف تيشوز في صوره شيتس متوزعه في الهيومن بودي وتاخد ديفرنت نيمز اكوردنج للمكان اللي هي موجوده فيه. يعني عباره عن اغلفه من دنس كونكتيف تيشوز. هذه الاغلفه تغلف مجموعه العضلات مع بعض او تغلف العضله الواحده او تعمل فواصل انتر ماسكولار سيبتا او تغلف الفينز والارترز والنيرفز في صوره نيورو ماسكولار باندلز او تغطي المناطق اللي عليها بريشر زي الهاند البالم اوف هاند والسول اوف ذا فوت في صوره ابون روزز او تكون موجوده في التيرمينال بارتس اوف ماسل زي الابون روزز. طيب بالنسبه للديب فاشي اوف ذا ساي، الديب فاشي اوف ذا ساي كانت بالظبط لما نيجي نرسم دايجرام لللور لمب ودي منطقة الساي هنجدها بتغلف الساي كإلاستيك ستوكينج. يعني ايه؟ زي الشراب اللي بيتلبس علشان يغلف او يقوي عضلات اللور لمب بنفس الشكل اللي انا برسم بيه دلوقتي كده، او كأن بلبس شراب وبيغلفها وبياخد نفس شكل الساي بالظبط. ادي الديب فاشيا. والديب فاشيا هنا بتاخد ثلاث صور. الصورة الاولى هي فتحة اسمها سافنس اوبننج او بتكون فواصل بين العضلات اسمها انتر ماسكولار سيبتا او بتكون حزمة موجودة على اللاترال سايد اوف ذا ساي اسمها اليوتيبيال تراك. ادي اشكال الديب فاشيا اوف ذا ساي. احنا قلنا الديب فاشيا في الجسم بتاخد 7-8 اشكال، لكن مش بالضرورة ان في كل منطقة تاخد نفس الاشكال. في منطقة الساي بتاخد ثلاث اشكال. يبقى it has three forms اللي softness opening والانتر ماسكولار سبتا والاليوتيبيال تراكت. تعالوا نناقش الاستراكشر او الفاريشنز او الفورمز اوف دي فاشيا اوف ذا ساي واحده واحده. فهنبتدي اولا بالانتر ماسكولار سبتا. في هذا القطاع ادي الساي كده كاني خدت قطاع في الساي وظهرت في الفيمر، وده الباك اوف ذا فيمر كان فيه بروز هنا اسمه لينيا اسبا بروز خطي، هو البوستيريور بوردر بالذات اللي كان واضح على الميدل ثيرد اوف ذا باك اوف فيمر، ده البوستيريور بوردر اللي اسمه اللينيا اسبا. وهذا القطاع في الساي ده من فوق خالص من على السطح. ادي الديب فاشيا وادي مجموعه العضلات اللي بتشغل هذا المكان. فنجد ان بين العضلات وبعضها هنجد strong sheets of connective tissues في صورة الديب فاشيا. على الميديال سايد بتعمل سبتم بين العضلات اسمه ميديال انترماسكولار سبتم، وعلى اللاترال سايد هتكون لاترال انترماسكولار سبتم، وفي الميدل هتكون بوستيريور انترماسكولار سبتا. فاذا الانترماسكولار سبتا اللي هي شكل من اشكال الدي فاشيا اوف ذا ساي اللي اسمها فاشيالاتا، في عندي ثلاث بتتكون من ثلاث اجزاء، ميديال ولاترال وبوستيريور انترماسكولار سبتا. من الملاحظ ان الثلاثه متصلين باللينيا اسبرا وكل واحده بتطلع دايركشن سواء كانت ميديال او لاترال او بوستيريور وتتصل مع بقيه الديب فاشيا اوف ذا ساي. هذه الثلاثه بارتيشنز اللي اسمهم انتر ماسكولار سيبتا هتقسم عضلات الساي وتكون ثلاثه كومبارتمنت. اول كومبارتمنت اسمها الانتيريور كومبارتمنت. الانتيريور كومبارتمنت دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن اريا تقع بين الميديال واللاترال انتر ماسكولار سيبتا من السايز والفيمر من الباك. بهذه الكومبارتمنت كان يوجد الفرنت اوف ذا ساي بما فيها من ماسلز وفيزلز ونيرف وسوفت تيشوز. ادي اول كومبارتمنت. اما الكومبارتمنت الثانيه اسمها ميديال كومبارتمنت. هذه الميديال كومبارتمنت
تقع بين الميديال انترماسكولار سيبتم والبوستيرو انترماسكولار سيبتم، وايضا يوجد بكل بيوجد بهذه الكومبارتمنت مجموعه ماسلز وفيزلز ونيرفس ولمفاتكس وفاشيا وخلافه. الكومبارتمنت الثالثه اسمها بوستيرور كومبارتمنت، فتقع بين البوستيرور انترماسكولار سيبتم واللاترال انترماسكولار سيبتم، ويوجد ايضا بها مجموعه من الماسلز والبيزلز والنيرفز وبقيه السوفت تيشوز استراكشر. اذا الثلاثه انترماسكولار سيبتا نجحت في تقسيم الساي الى ثلاثه كومبارتمنتس، انتير كومبارتمنت يقولوا على فرونت، الميديال كومبارتمنت، والبوستيرور كومبارتمنت اللي هي الباك اوف ذا ساي. تعالوا نشوف الشكل الثاني من اشكال الديب فاشيا اوف ذا ساي اللي اسمها السافينس اوبننج. في هذا الرسم التوضيحي ادي كانت منطقه الساي، وهنا دي منطقه الابدومن، والحد الفاصل بين الساي والابدومن هو وجود رباط اسمه انجوينال ليجمنت. يمكن لمحنا عنه قبل كده وقلنا ان هذا الرباط هو جزء نهائي لعضله الاكسترنال اوبليك من البطن، ومتصل من الانتيروس اليك سباين حتى البيوبيك تيوبركل اوف ذا هيب بون. هذا الرباط كان بيفصل الابدومن عن الساي. اذا دي منطقه الساي. الرسم اللي عندي ده السكن وتحتيه السوبرفيشال فاشيا. السوبرفيشال فاشيا والمميزه جدا بالحبيبات الدهنيه باللوبيولز اوفات اللي قاعده تحتها، دي السوبرفيشال فاشيا. وما ننساش ان كان بيسبح في السوبرفيشال فاشيا يسبح الوريد الشهير اللي اتكلمنا عليه اللي هو الجريت سافنس فين. امال الاوبننج بتاعتنا اللي اسمها سافنس اوبننج فين هي؟ ادي الاوبننج اللي اسمها سافنس اوبننج. في رؤوس موضوعات لما اجي اتكلم عليها بخصوص هذه الاوبننج عاوز اوصفها. الوصف الظاهري اللي هو الوصف التشريحي، الاساسيات اللي على اساسها ابتدي اوصف هذه الاوبننج، عاوز اتكلم على الشيب بتاعها، السايت مكانها، السايز حجمها، الحواف بتاعتها اللي هي المارجنز، واشوف ايه الشيء اللي راكب عليها ومغطيها، هل هي فتحه طبيعيه باينه في جسم الانسان كده ولا مغطاه بشيء ما ده اللي هتناوله الان. طيب الشيب شكلها من هذا الفيو يتضح ان السافينس اوبننج شكلها اوفال ان شيب. السايت مكانها هنقول ان السنتر بتاع هذه الاوبننج يوجد على بعد 4 سم، 4 سم يعني انش ونص تقريبا. بلو اند لاترال تو ذا بيوبيك تيوب، ادي البيوبيك تيوبرك اهو. بلو في هذا الاتجاه ولاترال في هذا الاتجاه، اذا السنتر 1.5 انش يعني 4 سم بلو اند لاترال تو ذا بيوبيك تيوبركل. السايز بتاعها لما نيجي نبص كده 3 سم طول على تقريبا سم ونص عرض. المارجنز، المارجنز اللي هي الحواف او البوردرز لها 3 مارجنز، لها ابر مارجن ولها لاترال مارجن ولها لور مارجن. اما الميديال مارجن بتاعها مش موجود. مش موجود ليه؟ لان جريد سافنس فين راكب عليه ومبططه مخليه مش بوردر، مخليه مش مارجن. اذا الميديال مارجن از ابسنت. فلما نيجي نشوف المارجنز اوف ذا سافنس اوبننج هنجدها على شكل حرف السي، لها ثلاثه مارجنز، سوبيريور او ابر، انفيريور او لور، ولاترال مارجن، مع بعض بيعملوا حرف السي اللي هو هيبقى اسمه فالسي فورم مارجن. طيب هذه الاوبننج كانت اوبننج في الديب فاشيا، طب فوق منها السوبرفيشال فاشيا بتكون غطى لهذه الاوبننج. غطى هذه الاوبننج هو دريفاتيف من السوبرفيشال فاشيا واسمه كريبري فورم فاشيا، بتغطي هذه الاستراكشرز. يبقى الفتحه نفسها فتحه السافنس اوبننج فتحه في الديب فاشيا، لكن الغطا اللي مغطيها هو دريفاتيف، هو مشتق احد مشتقات السوبرفيشال فاشيا واسمها كريبري فورم فاشيا. كريبري فورم يعني ايه؟ جاي من كريبرام. كريبرام او سيف يعني غربال او مصفاه. الفاشيا هنا متخرمه فيها 27 فتحه، فتحات كتيره، فتحات كتيره لفيزلز ونيرفس ولمفاتكس بتخترقها علشان تتخطى منطقه السوبرفيشال فاشيا وتصل الى العمق، او بالعكس من العمق الى منطقه السوبرفيشال فاشيا. يسموا الغطاء اللي مغطي السوبرفيشال فاشيا اللي مغطي السافنس اوبننج اللي هو كان دريفاتيف من السوبرفيشال فاشيا يسموها كريبري فورم
فاشيه. الشكل الثالث من اشكال الديب فاشيا اوف ذا ساي اللي اسمها فاشيا لاتا، الشكل الثالث كان اسمه اليو تيبيال تراك. لما نيجي نحلل الاسم نقول اليو يعني بالتاكيد هي فاشيا، شكل من اشكال الديب فاشيا، اليو يعني بالتاكيد ماسكه في عظمه الاليوم اللي هي كانت الجزء الاكبر العلوي من الهبون، تيبيال بالتاكيد ماسكه في التيبيا واللي هي العظمه الميديال من الليج، تراك يعني حزمه، يعني هي حزمه حزمة تراكت من الديب فاشيا تمتد من عظمة الإيليام إلى عظمة التيبيا. طيب هذه الحزمة من الديب فاشيا تبقى هي سكند باند، حزمة كثيفة من الديب فاشيا أو الفاشيا لاتا. العرض بتاعها يتراوح من تحت بيكون ضيق شوية حوالي 1 انش 2 سنتي ونص، وفوق تكبر وتبقى 2 انشز أو 5 سنتي. ده اللي هو الويتس والإيه الإكستنشنز بتوعها. الاتاتشمنت اتصالاتها من فوق ماسكه في الاليوم باي جزء في الاليوم بالالياك توبركل، وفكركم الالياك توبركل كان بروز يقع على اللاترال ليب اوف ذا الياك ريست ورا الانتيريور سبين الاكس سباين ب 5 سنتي. يبقى ماسكه فين؟ في الالياك توبركل فوق، وتنزل تحت الاتاتشمنت بتاعها الثاني من تحت ماسكه في اللاترال كوندايل اوف ذا تيبيا، وفي حته كمان تتصل منها تمسك فين؟ تمسك في اللاترال بوردر لعظمه الباتيلا لعظمه الرطفه. طيب هذه التراكت اهميتها ايه؟ لها اهميه كبيره قوي لانها من فوق ماسكه فيها عضلتين اتنين، من الامام ماسكه فيها عضله اسمها تنسور فاشيا لاتا متصله بالانتيريور بوردر بتاعها، ومن الخلف ماسكه عضله اسمها جلوتياس ماكسيمس متصله بالبوستيريور بوردر بتاعها. اهميه هذه التراكت ايه؟ اهميه التراكت ديت ان نتيجه اتصال العضلتين دول بيها بيشدوا على التيبيا ويثبتوها على الفيمر ديورنج ستاندنج. معنى كده ايه؟ انها تعمل سبورت للني جوينت. يعني ايه؟ يعني اثناء ما احنا واقفين هنجد التنسور فاشيلا والجلوتياس ماكسيمس يشدوا الاليوتيبيال تراكت، تشد التيبيا تثبتها على الفيمر فتثبت الركبه. يحصل ايه؟ تبقى الركبر اني سبورتد ديورنج ستاندنج، ما تخليش الواحد ركبته ترتعش او يقع اثناء الوقوف. ديت التلات اشكال للديف فاشيا اوف ذا ساي اللي كانت اسمها فاشيا لاتا.